كنجدو الترحاب والتحية الصباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة. غادي نمشي مباشرة للشيوات لالا مولاتي عند صليحة أم عثمان من أيت ملون ونتعرفوا على الاقتراحات والشيوات الرمضانية اللي غادي توجد لكل مستمعات. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لالا صليحة صباح النهار اختي سناء، عواشرك مباركة إن شاء الله. الله يبارك فيك وتحية ليك ولكل طاقم ميد راديو. شكرا الله يخليكم الدواس إن شاء الله بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو لكم كل مستمعات ميد راديو. وتحية لزوجي ووليداتي كلهم وعائلة عبيسة قصب التادلة بما في والدية، وكنتمنى لهم الشفاء. وعائلة زوجي بوزازات، وعائلة الشكلي بالدار البيضاء أختي فاطمة والزوج ديالها، وعائلة الرامي بالدار البيضاء، وكاع الصديقات ديالي وخصوصا مجموعة أخوات الأخيرة كل وحدة سميتها. وشكر خاص لأمونا مزيونة على المجهودات اللي كتبدل معنا في تسجيلات، الله يجازيها بخير. وتحية لنعيمة أم عصام والشاف خديجة إيد بالخير، الشاف سليمة اللي بالفضل ديالهم وصلنا الحمد لله لواحد سميتو، الله يجازيهم بخير بفضلهم. حتى حنا ما وصلوا لنا، حنا وصلنا هادشي اللي كاين الحمد لله. تحيه للجميع ونتمنوا لهم رمضان كريم. طرف من هولندا وكاع الصديقه ديالي في الفيسبوك. اييه مرحبا صليحه. الله يبارك فيك لالا سناء، نبداو على بركه الله. اييه باش نبدا. فطيره مالحه بالطون وبطبوط صغير معمر بالطون، وبيتزا بطبوط كبير معمر بلادان الفرماج مسمن بالورقه البسطيله، وإلا بقى الوقت إن شاء الله ديال العصائر إن شاء الله. تفضلي. لالا ختك لالا سناء، بسم الله نبداو على بركة الله. عندنا فطيرة مالحة بالطون، مقادير ديال العجين نص كيلو ديال الدقيق الفوص، أربعة المعالق زيت العود، معلقة كبيرة خميرة، واحد الخمارة ديال الحلوة حمراء ديال 7 غرام، معلقة كبيرة ديال حليب غبرة، واحد دانون السوس، شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال سنيده، وكنجمعها بماء دافي. مفهومه لالا سناء؟ مفهوم. هاد العجينه غادي تخرج لينا هاد الفطيره اللي غادي نعطيك، وغتخرج لينا بيتزا غنديروا فيها جوج شهيوات. الحشوه ديال هاد الفطيره فيها الفلافل، ثلاثه الفلافل ملونين حمراء صفراء ليمونيه، الخضره لا من الخضره كتكون فيها ديك شويه تتكون هي مره. اييه يعني في الفلفل الالوان نديروهم كلهم الا الفلفل الخضر. الا الخضره الا الخضره. هاد الفلافل مقطعين ومشحرين مع شويه ديال زيت العود والملح والابزار، واحد البصله كبيره مشلضه، شويه ديال الملح والابزار عاود معاها حتى هي غير قريصه قريصه، ما غادي ما نكثروش حيت كلهم غادي غير نسموهم. عندنا لالا واحد جوج علبات حتى ثلاثه ديال الطون بالزيت، شويه ديال المعدنوس، شرائح ديال شرائح ديال الفرماج مربع ديال الساندويتش، وشرائح ديال الديك الرومي لدان دفيمي. كنشحروا لالا سناء ديك الفلافل، كنشحروا البصله، كنخلطوا داك الخليط، كنزيدوا عليه الطون، كنزيدوا المعدنوس، ها الحشوة ولات عندنا موجودة، وكنزيدوا داك الطون نصفيوه من الزيت. إيه مفهوم لالا سناء؟ مفهوم. إي ولا بغيت اللي بغات تزيد تفنن عليها مزيان كتزيد واحد 50 غرام ولا 60 غرام ديال الفرماج مشكوك. إيه على حسب الخليط. كنشدي ديك العجينة كنخليوها بعدا حتى كتبلك مزيان وكترتاح، وكنقسموها على جوج، كنشدوا داك النص كنطلقوه بالمدلك كيولي على شكل مستطيل. ايه بحال كيما وريتك في الصوره كتولي بحال على شكل مستطيل. كنحطوا الفشوه في الوسط. ملي كنحطوها في الوسط على شكل غادي نطويوها على شكل مسمنه. دابا ها مستطيل عندنا، كنديروا الفشوه في الوسط، كنهزوا داك اللي الطرف اللي عندنا في واحد الجهه كنديروا على الفشوه. ايه بلاتي عفوا، غادي ندير شرائح ديال الديك الرومي. هما الاولين؟ هما الاولين فوق الفشوه مباشره. مربعات ما قطعوهمش، غنحطوهم هكاك مربعات. كنهزو الطرف ديال العجين كنحطو فوق ديك الفشوه، كنحطو عاوتاني دوك شرائح ديال الفرماج مربع ديال الساندويتش.
كنحطو وحده وحده وحده، المهم ما نخليوش ديك وحده لاصقه على الاخرى. كنهزو داك الطرف الاخر كنحطو فوق كنغطيو به. الا شايط العجينه كنشيدوها، المهم الافضل من الافضل تشيد ديك دوك الزوائد ديال العجينه باش ما ديرهاش مدقصه، وتكون ملي غنطلقوها في المدلك تكون رقيقه بزاف. مفهوم ولا لا؟ اي مفهوم. كندير واحد الطاوة كنديرو فيها السيل فيغيزي وكنقطعو دوك ديك ولا عندنا مستطيل كنقطعوه بواحد الموس يكون شوية حاد، وكنقطعوها على شكل مستطيلات تقريبا واحد جوج سنتيم حتى ثلاثة على حسب العرض العرض اللي بغات. المهم بين جوج حتى ثلاثة سنتيمتر وكتقطعو مستطيلات هكا طوال، كنسخنهم في الطاوة كندهنوهم بالبيض ونرشو بالزنجلان ولا البافو ولا اللي بغات. صافي كتدخلهم في الفران كيطيبوا، راه كيجي زويني كيدوب داك الفرماج كيطيح فعلا الحشوه، يعني كيجي واحد المذاق زعما رائع. يعطيك الصحه. الله يبارك فيك على لسانك. النص الاخر اللي بقى لنا ديال العجينه غادي نطلقوه حتى هو، نطلقوه بالدلاك وغندير داك المول الكبير. باش هاد السر في نجاح البيتزا. المول ديال اللي غنحط فيه البيتزا غنرش بشويه ديال الماء وندهنه بالزيت وكندهنه ونرش بشويه ديال الدقيق، راه كتجي بحال الا طيبه في الفران ديال الزنقه. يعني ديك اللاطا ولا داك المول اللي غادي نديرو فيه العجين ديال البيتزا نرشو بشويه ديال الماء، بشويه ديال الماء وشويه ديال الزيت وشويه الطحين من الفوق. وكنحطو العجينه ديالنا. عاوتاني كندير فوق منها واحد ثلاثه المفرماجات ولا اربعه مثلثين وكندهنوهم فوق العجينه مباشره. وعاده كندير لاصوص طوماط ولا لاصوص بيشاميل ولا داكشي اللي بغيتي. صافي وكدير السيده الحشوه اللي بغات. ها هي دابا من واحد العجين خرجنا فيه جوج شهيوات. جوج فعلا. مفهوم؟ اي مفهوم. صافي كدير الحشوه اللي بغات وكتدخلها للفرن كطيبو بالصحه والراحه. يعني هذا العجين المملح اللي قدمتي لنا ممكن نديرو به كيف قلتي لنا العجين ديال البيتزا ونديرو به ديال الدقيق. كيخرجوا هاد الفطيره وكيخرجوا هذه وعائليه، يعني ماشي كتخرج نيت واحد الكميه زوينه زعما معقوله.